السلام عليكم ورحمه الله اهلا وسهلا بابنائي وبنات طلاب وطالبات الصف الرابع على منصه البث المباشر بالوزاره ودرسا جديدا من دروس الرياضيات أصحابكم في رحلتكم الاستاذ محمد ناجي معلم الرياضيات ومدرب ماده الرياضيات بالاكاديميه المهنيه للمعلمين وهنبدا الوحده الثالثه عشر زوايا الدايره وهنتناول المفهوم الاول تقسيم الدائره الى زوايا هناخد الدرس الاول اللي بعنوان الدائره وقياسات الزوايا وفي الدرس الثاني هناخد قياسات الزوايا باستخدام نموذج الدايره في الدرس الثالث هنستخدم المنقله في الدرس الرابع هناخد قياس الزوايا، وكمان هنتناول المفهوم الثاني اللي هو قياس الزاوية ورسمها، هنعرف ازاي نرسم الزاوية، وازاي نرسم الزاوية باستخدام المنقلة، وازاي نصنف المثلثات باستخدام الأدوات الهندسية. هنبدأ كده مع نهاية الدرس نتمنى أن نحقق مجموعة من الأهداف، إن احنا نقدر نشرح العلاقة ما بين الدوائر وقياسات الزوايا، كمان نستخدم قياسات الزوايا باستخدام نموذج الدايرة. نقدر نربط ما بين القصور الاعتياديه في الدائره وقياسات الزوايا، نقدر نربط او نحدد اجزاء الزاويه ونسميها، وكمان نقدر نصف خصائص المنقله ونستخدمها لقياس الزوايا، كمان نقدر نرسم زوايا محدده القياس بدون استخدام منقله، ونقدر نستخدم المنقله لرسم زوايا تتراوح ما بين قياسها ما بين صفر و180، ونصنف المثلثات حسب اطوال الاضلاع باستخدام المسطره، وكمان نقدر نصنف المثلثات حسب قياسات الزوايا باستخدام المنقله. معلش الدرس النهارده يبقى طويل لان احنا هنتناول الوحده الثالثه عشر كلها، عشان نبدا مراجعاتنا ان شاء الله من يوم الاربعاء. تعالى نشوف الدرس الاول بستغ... اللي هو عنوانه الدائره وقياسات الزوايا. عاوزين نعرف يعني درجه؟ الدرجه دي دي وحده القياس. دي وحده قياس الزاويه، يبقى اذا عشان اقيس الزاويه بقيسها بالدرجه. يبقى ما هي الدرجه؟ دي وحده قياس الزاويه. بنرمزها ازاي بتبقى الدايره الصغيره اللي موجوده فوق الرقم اعلى يمين قيمه الزاويه مثلا لو الزاويه ب يبقى اروح كاتب كده سبعين او بالشكل ده اروح كاتب كده 70 واروح حاطط فوق هنا درجه يبقى 70 درجه يبقى الدرجه بتوضع فين على اليمين فين في الاعلى طب لو هي 90 مثلا اروح كاتب كده اروح كاتب 90 اهي بالشكل ده 90 واحط الدرجه فوق هنا اعلى اليمين يبقى ده رمز الايه او قياس الزاويه فمثلا يبقى نقول 50 درجه يبقى نكتب 50 ونكتب فوق درجه يبقى العلامه اللي فوق دي اللي هي الداله الصغيره دي دي معناها ايه معناها كلمه درجه باللغه العربيه طيب لاحظ ايه بقى لاحظ ان الدائره بالكامل قياسها كام 360 درجه عشان لو جالي في الامتحان اكمل قياس الدائره قياس مجموع مجموع زوايا الدائره بكام 360 درجه ليه عشان بتحتوي على اربع زوايا قائمه يبقى اي دائره اي دائره بتحتوي على كم زاويه قائمه بتحتوي على اربع زوايا قائمه يبقى انا لو قسمت الدائره بتاعتي كده لاربع اجزاء هلاقي هنا الزاويه دي قائمه يبقى دي الزاويه قائمه والزاويه دي قائمه والزاويه دي قائمه والزاويه دي, دي قائمه يبقى اربع زوايا قائمه عشان كده مجموعهم 360 يبقى ربع الدايره يبقى لما يجي في الامتحان يقول لي ربع قياس الدايره كام؟ اقول له 90 درجه يبقى ما هو ربع قياس الدايره 90 درجه طب نصف الدايره برافو عليكم 180 لا 90 و90 لان انا لما اقسم ال 360 على الاربعه لما اقسم الايه؟ ال 360 على كام؟ على الاربعه تديني 90 هناك اتجاهين بقى في رسم الزاويه يا اما مع عقارب الساعه يا اما ضد عقارب الساعه طب تعالى نشوف اتجاه حركة الزاوية مع اتجاه حركة عقارب الساعة ادي الدايرة بتاعتي اهي وانا عايز ارسم الزاوية ابقى احط ايه لازم عشان ارسم الزاوية احدد نقطة المنتصف اهي دي من صفر الكام ل 180 يبقى ده نص الدايرة يبقى نص الدايرة بكام؟ ب 180 درجة يبقى لما اجي ارسمها مع مين؟ مع حركة الايه؟ عقارب الساعة في اتجاه حركة عقارب الساعة يبقى انا هرسمها ازاي؟ في الاتجاه ده مع كده ده اتجاه عقارب الساعه بيبدا من كام من صفر وامشي لغايه 180 يبقى هنا قياس الربع ده ده كده يعتبر ربع يبقى دي بتساوي دي بكام كده 90 درجه يبقى اذا دي 90 درجه يبقى انا اتجهت من الصفر ل 90 يبقى الزاويه هنا قياسها بالايه بالموجب لان مع مين مع سوري مع ايه مع اتجاه عقارب الساعه طيب تعالى نشوف يبقى دي قياس الزاويه القايمه بقياس الزاويه ربع الدايره بكام ب 90 طب نص الدايره 180 طب الدايره كلها 360 درجة طيب اتجاه حركة ايه ضد عقارب الايه الزاوية يبقى هنا من صفر الكام ل180 طيب انا همشي ازاي همشي ليه الاتجاه ضد عقارب الايه الساعة يبقى همشي في الاتجاه ده بالشكل كده او من تحت يبقى إيه 90 فين هتبقى 90 تحت برضو ايه ربع الدائرة ب90 درجة بس هنا ايه ال90 بتحت ايه مع مع مين مع الايه العقارب يبقى في ضد عقارب الساعة ومع عقارب الايه؟ الساعة. تعال شوف حركة اتجاه عكس عقارب الساعة، تعال نشوف العكس، آدي الدايرة، يبقى أنا عندي كده الدايرة هنا كام هنا بصفر وهنا مثلا 180 نص الدايرة، يبقى أنا همشي فين؟ ضد عقارب الايه؟ الساعة، يبقى أنا همشي كده ضد عقارب الساعة، همشي بالعكس، يبقى بالاتجاه ده، يبقى هنا الزاوية بكام؟ ب 90 درجة وعاملة زاوية قايمة يبقى ربع الدايرة. طيب لو أنا رسمت مع ايه عكس عقارب الساعه مره ثانيه لو انا خدت ايه نص الدايره كده وحطيت هنا الصفر هنا ال 90 وامشي ضد عقارب الساعه يعني همشي في الاتجاه ده في الشكل ده يبقى انا هرسم هنا مثلا او تحت يبقى اذا الزاويه قياسها بكام؟ ب 90 درجه يبقى انا كده عرفت ازاي ارسم الزاويه سواء ضد عقارب الساعه او مع عقارب الساعه. ايه هي الزاويه القايمه؟ الزاويه القايمه اللي قياسها كام؟ 90 درجه لما اجي ارسم زاويه قايمه باستخدام الدائره يبقى انا احدد الايه الاربع أرباع يبقى هنا دي الزاويه الايه القائمه يبقى دي الزاويه دي كده قائمه بقياسها بكام ب 90 يبقى دي الزاويه القائمه يبقى الزاويه القائمه قياسها كام قياسها 90 درجه يبقى دي ب 90 درجه كده عرفت الزاويه القائمه اللي هي ربع مين ربع الدائره وقدرت استخدم الدائره في ايه رسم زاويه قائمه طيب يبقى دي الايه بي سي يبقى كده انا قدرت ارسم زاويه قائمه بدون استخدام المنقله باستخدام ايه قياسات زوايا الدايره طيب يبقى قياسها كام 90 درجه تمثل قديم للدايرة الدايره تمثل ربع الدايره يبقى اذا ما هو ربع قياس ربع الدايره اقول له 90 درجه ودي بتجينا في الامتحان اكمل ليه يبقى ليه لان لو قسمت 360 على 4 لان قلت الدايره كلها ب 360 درجه يطلع لي الناتج كام يطلع لي الناتج 90 درجه يطلع الناتج بتاعك كام 90 درجة يبقى اذا انا عرفت ان جبت ال 90 دي قسمت كل زوايا الدايرة اللي هي 360 على 4. طب بتحدد بكام شعاع اي دايرة اي زاوية بتحدد بكام شعاع بشعاعين؟ خلي بالك انه اوريدي راس الزاوية اللي هي البي فالبي سي ده الشعاع الاول والبي اي لازم ابدا اسمي الزاوية او انطق الشعاع من راسه يبقى بي سي ما ينفعش اقول سي بي دي يبقى غلط ما ينفعش اقول اي بي لازم ابدا من البي يبقى البي سي وبعد كده بي اي يبقى ده الشعاعين اللي بيحددوا مين اللي بيحددوا الزاويه طيب راس الزاويه هو البي يبقى مين هو الراس البي طيب تعال نشوف ازاي ارسم زاويه مستقيمه باستخدام برضو الايه الدايره الدايره اهي الزاويه المستقيمه تمثل قد ايه بتمثل نصف الدايره يبقى الزاويه المستقيمه تمثل قد ايه نصف مين نصف الدائره يبقى انا كده رسمت ايه نصف مين نصف الدايره يبقى الزاويه المستقيمه قياسها كام 180 درجه طبعا ده المركز بتاعنا يبقى اذا الزاويه A B C قياس الزاويه دي كام قياسها 180 درجه يبقى الزاويه المستقيمه قياسها كام 180 درجه طب والزاويه القائمه قياسها كام 90 درجه يبقى قياسها 180 يبقى كده عرفت يعني ايه زاويه مستقيمه طيب بتمثل قد ايه من الدايره برافو عليك بتمثل نصف الدائره هي تمثل نصف الدائره طب ليه لان الـ 360 لما اقسمها على 2 تطلع 180 بتتحدد بكام شعاع بشعاعين طبعا راس الزاويه هو البي فاقول له البي اي وبعد كده البي سي يبقى دوم الشعاعين اللي بيحددوا لي مين الدائره طيب مين راس الزاويه او راس الزاويه هنا اللي هو البي يبقى النقطه بي هي راس مين راس الزاويه يبقى عرفت ازاي ارسم زاويه قائمه وازاي اعرف ارسم زاويه مستقيمه طب الزاوية الحادة هيبقى قياسها أقل أقل من كام؟ أقل من التسعين يبقى أنا دي الزاوية مين القائمة يبقى الحادة هنا هتبقى أقل يبقى تترسم هنا فين؟ في الربع الأول يبقى تترسم هي زاوية أصغر من الزاوية مين القائمة يبقى الزاوية الحادة أصغر من الزاوية القائمة يبقى إما ترسمها في الربع ده أو في الربع ده يبقى انا لما اجي ارسمها ممكن ارسم دايره بالشكل ارسم ايه؟ زاويه هنا، يبقى الزاويه اللي انا رسمتها دي هي زاويه حاده ليه؟ لانها اقل من ايه؟ ال90، او ارسمها هنا، يبقى الزاويه اللي انا رسمتها دي اقل من 90، او ارسمها فوق، يبقى الزاويه اللي انا رسمتها دي اقل من 90، يبقى الزاويه الحاده هتقع في مين؟ في الربع مين الاول، وتبقى اقل من الزاويه القائمه زي ما رسمتها بالايه؟ بالشعاع الاحمر اهو. خلي بالك الشعاع اللي بينزل ده يمثل الزاوية مين؟ الزاوية الحادة اللي أقل من كام؟ أقل من التسعين، يبقى هنا الـ A B C دي الزاوية القايمة، يبقى إذن هنا صفر وهنا كام؟ هي قياسها أكبر من مين؟ أكبر من صفر وأقل من الـ A التسعين، تتحدد بالشعاعين يا إما الشعاع B A إيه. طبعًا هنا مش هتبقى دي الزاوية بتاعتنا، هتبقى هنا الـ A أهي. يبقى دي الزاويه القايمه هتبقى بي اي او البي سي ليه مين الراس بتاعها الراس هنا مين هو البي يبقى ده راس مين راس الزاويه يبقى كده قدرت استخدم الدائره في رسم الزوايا محدده طيب الزاويه المنفرجه هتبقى اكبر من الزاويه القايمه يبقى لو عندي دايره وهنا رحت محدد كده الايه الزاويه القايمه يبقى الزاويه الحاده هتبقى فين هتبقى هنا هتبقى اكبر يبقى بالشكل ده يبقى اذا هيبقى عندك منين؟ يبقى دي كلها اسمها زاوية ايه؟ زاوية منفرجة أكبر من التسعين يبقى اسمها اي بي سي، يبقى هنا اي بي سي، طبعا هنا ده من صفر الكام هتبقى أكبر من مين؟ من التسعين وأقل من ال 180 يبقى هنا البي هنا الاي والبي وهنا السي يبقى احنا هنا نكتب الايه السي بتاعتنا يبقى زاويه اكبر من كام اكبر من 90 واقل من كام من 180 بيحددها بشعاعين هما البي اي والبي سي يبقى دوم الشعاعين وراس الزاويه هو مين هو البي عندما يتحرك عقرب الساعه من الساعه 12 حتى الساعه كام الساعه 6 يبقى كان يقول يصنع زاويه قد ايه اه ده من 12 لغايه 6 من هنا لغايه هنا برافو عليكم ده نص مين ده نص الدايره نص الدايره بقى زاويه ايه يبقى زاويه 180 درجه يبقى دي نوعها زاويه مستقيمه قياسها كام؟ قياسها بيساوي 180 درجة، يبقى أنا كده عرفت منين؟ لأنها خدت نص الدايرة، ما هي الساعة على شكل دائرة، يبقى 180 إيه؟ 180 درجة ونوعها زاوية مستقيمة. طيب، عندما اتحرك عقرب الساعة من الساعة 12 ليه؟ الساعة الواحدة، إيه ده؟ ده في أقصى مسافة، يعني المسافة دي، أه ده المسافة دي صغيرة جدًا، أهي، يبقى دي نوعها إيه؟ يبقى دي زاوية حادة هي زاوية مين؟ هي زاوية حادة قياسها أكبر من كام؟ أكبر من الصفر وأقل من كام؟ وأقل من التسعين الزاوية الحادة هي زاوية أكبر من الصفر وأقل من التسعين تعال يعني نشوف الدرس الثاني وتناول فيه قياسات الزوايا باستخدام بقى نموذج الدايره تحدد القياسات على الدايرة أنا عندي الدايرة أقدر أقسمها ل 12 جزء زي ما أنا مقسم كده للدايرة شبه الساعة متقسمة ل 12 جزء المسافة مجموع الزوايا كلها كام؟ 360 درجة يبقى أنا هبدأ من هنا بكام؟ هبدأ من هنا من صفر وكل مرة هزود يبقى أنا عندي هنا من صفر ل 360 يبقى هنا الزاوية بكام؟ ب 30 كل مرة هزود 30 يبقى هنا الزاوية عند الاتنين تبقى كام؟ تبقى ستين عند تلاتة تبقى تسعين أربعة في تلاتين بمية وعشرين خمسة في تلاتين بمية وخمسين عند الستة تبقى مية وثمانين لأن ده لا يمثل نص مين؟ نص الدائرة طيب يبقى انا عملت ايه؟ قسمت ال 360 على 12 لان انا قسمت الدايره ل 12 جزء ف 360 لما اقسمهم على 12 يطلع كام؟ يطلع كل زاويه عندي ب 30 يبقى ال 360 اللي هو مجموع زوايا الدايره قسمتهم على 12 جزء قسمتهم على كام جزء؟ على 12 جزء كل جزء طلع بكام؟ كل جزء طلع ب 30 درجه

يبقى انا كده لو قدرت ده كده يمثل قد ايه يمثل نص مين نصف الدائره طب وده يمثل الربع الربع ده بكام الربع ده ب 90 يبقى الربع ب 90 النص بكام النص ب 180 يبقى اذا نص الدايره ده كله ب 180 درجه طب وربع الدايره ده بكام زاويه قائمه ب 90 درجه يبقى إذا كده قدرت أحدد نموذج عدد درجات الدايرة قد إيه؟ 360 درجة، بنقدر نقسمها لكام جزء؟ بنقسمها لـ 12 جزء، كل جزء لما أقسم يبقى بكام؟ هيبقى بـ 30، يبقى الجزء الواحد يمثل 1 على 12 من النموذج، يبقى أما أقسم 360 زي ما عملت فوق على الـ 12، كل جزء يطلع بـ 30. طب تعال نشوف العلاقة ما بين قصور الدايرة وقياسات الزوايا. أنا عندي هنا ده يمثل قد ايه؟ اه ده يمثل واحد على 12 لان ده عندي ايه؟ عندي الواحد، ده واحد على 12 من الدايره، يبقى هضرب الواحد على 12 في كام؟ في 360 يطلع ب 30 اهي جت منين؟ اهي جت من هنا، جت ان انا ضربت ال 360 في واحد على 12، ليه ضربت في 360 لان الدايره كلها ب 360 درجه، يبقى نقول له كده 360 ضرب الواحد على كام؟ الواحد على 12. تعالى بقى نبدا نختصر 12 على 12 فيها الواحد و360 على 12 فيها ال30 30 في واحد تطلع بكام تطلع ب30 يبقى اذا 1 على 12 يبقى اذا اهي 360 قسمتها على 12 طلعت ب30 كام ب30 درجه يبقى انا كده قدرت اشوف الرسمه واجيب الكسر الايه المماثل طيب السدس الدايره ده السدس يبقى ب 60 ليه؟ لان انا هضرب برضه 360 في هضربها في كام؟ هضربها هضرب في او اقسمها على ال 6 يبقى قسمت ال 360 على ال 6 طلعت ب 60 يبقى اذا بضرب في بقسم على الرقم. طيب لو قال لي ربع الدايره برافو عليكم 90 محفوظه لان بقسم 360 على 4 يبقى في 90 درجه لازم الحاجات دي اخلي بالي منها عشان بتيجي ايه؟ بتيجي اختياري. 360 يبقى 360 اقسم على 4 يبقى بتقسم على المقام اللي موجود عندك يبقى في الست السدس قسمت على الستة في الواحد على 12 قسمت على 12 في الربع قسمت على المقام اللي هو 4 اوجد قياس الزاويه التي تمثل 2 على 3 من الدايره يبقى هعمل ايه هروح واخد الكسر اللي هو 2 على 3 ده واضربه في كام في 360 يبقى اقول له كده 2 على 3 او 360 اروح ضارب بقى ال 360 في 2 على 3 اروح ضربه في 2 على ال 3 اروح مختصر ال 3 مع مين مع ال 360 رقم رقم 3 على 3 فيها الواحد 6 على 3 فيها الاثنين طب والصفر ينزل نضرب 2 في 0 بصفر مضرب من اليمين 2 في 0 بصفر و2 في 2 ب 4 و2 في 1 ب 2 يبقى تطلع 240 ايه 240 درجه يبقى انا كده قدرت اجيب الزاويه طب نيجي ناخد الثانيه عايز اوقف قياس الزاويه اللي هي 5 على 12 يبقى اضربها في كام اضربها في 360 يبقى 360 في 5 على 12 ما انا عايز اجيب قياس الزاويه اللي عاطيني الكسر بتاعها يبقى هضربها في 5 على 12 تعال نبدا نختصر ال 12 مع مين مع ال 360 12 على 12 فيها الواحد وقلنا 360 على 12 لسه واخدينها من شويه ب 30 اضرب 5 في 30 5 في 0 بصفر و5 في 3 ب 15 يعني يطلع 150 ايه 150 درجه يبقى انا كده قدرت اجيب ايه المساله يبقى هضرب ب 230 هختصر ال 3 مع ال 360 طلعت بكام طلعت ب 120 اضرب ال 120 في 2 هتطلع ب 240 درجه يبقى انا جبتها بالشكل ده تعال ايه نبدا نشوف الناتج بتاعك يبقى تساوي 240 درجه الثانيه 5 على 12 في 360 اختصر ال 12 مع مين؟ مع ال 12 فيها الواحد و 360 على ال 12 فيها ال 30 هضرب ال 30 في 5 ب 150 درجه طب اختار الاجابه الصحيحه عايز يوجد قياس مين؟ الزاويه دي بيقول لي قياس الزاويه المرسومه في النموذج بكام؟ ابدا اعمل ايه؟ هو وصل عند مين؟ عند 4 يعني 4 على كام؟ على 12 اعملها بقى بالكسر اقول له كده 4 على كام؟ على 12 هضربها في كام هضربها في ال 360 درجه اللي موجوده بتاعه الدايره كلها لان الكسر بتاعك ده انا واقف عند 4 من 12 جزء اللي مقسم ليهم الدايره كلها نبدا بقى نختصر 12 على 12 فيها الواحد 360 على 12 فيها ال 30 تعالى بقى نضرب 4 في 30 4 في 0 ب 0 شطار و4 في 3 ب 12 يبقى الناتج بتاعك كام الناتج بتاعك 120 درجه يبقى انا كده قدرت اجيب الزاويه بتاعتي طب اللي بعدها عدد الزوايا القائمة في نص الدايرة في نصف دايرة خلي بالك مش في الدايرة كلها في الدايرة كلها يبقى أربع زوايا قائمة لكن ده نصف الدايرة يبقى أنا عندي نصف الدايرة أهي يبقى عندي كام زاوية قائمة في نصف الدايرة؟ يبقى هنا عندي زاوية قائمة وهنا عندي زاوية قائمة يبقى اتنين يبقى إذا عدد الزوايا القائمة في نصف دائرة هم اتنين. تعال نشوف الدرس الثالث بقى نستخدم المنقلة في القياس. إيه هي الزاوية؟ الزاويه دي بتتكون من شعاعين يشتركان في نقطه بدايه بيسميها مين؟ بيسميها الراس يبقى دي اسمها زاويه يبقى ليها ايه؟ الراس مين راس الزاويه هو البي. مين هما الضلعين بتوع الزاويه اللي هما شعاعين اللي هو وال والBA يبقى مين هنا الزاويه بنسميها زاويه ب يا يعني اما باسمها بالراس او الزاويه نبدا من الاعلى يبقى ايه؟ او من الاسفل يبقى CBA يبقى اما زاويه ب او زاويه ABC أو زاوية سي بي ايه، كده اسم الزاوية. طيب، تعالوا نشوف بعد كده دي زاوية ثانية اسمها إكس واي زد، يبقى اسمها يا إما أقول زاوية واي أو زاوية إكس واي زد، أو أبدأ من عندي الزد وأقول زد واي إكس، يبقى إما أقول إكس واي زد، أو أبدأ من عندي الزد يبقى زد واي إكس، ده اسم مين الزاوية. طيب، تعالى نشوف المنقلة، إيه هي المنقلة؟ المنقلة عبارة عن خط تحت ده اسمه خط الصفر. يبقى ما هو الخط الاسفل ده؟ ده اسمه خط مين؟ الخط لا، اللي هو ده اسمه خط مين؟ الصفر، ليه؟ لان هنا عندك التدريج بتاعك من صفر. اللي في النص ده اسمه مركز مين؟ مركز الدائره. عندنا لو انا عندي الشعاع انطبق عن عند خط الصفر من على اليمين يبقى هبدا اعد كده من تحت صفر 10 عشر عشرين 30 لغايه ما اوصل عند خط النهايه. طيب لو خط الصفر انطبق من, من اليسار يبقى هبدأ من اعدي بقى من ايه؟ من فوق صفر 10 20 30 لغايه ما اوصل لايه؟ نقطه الايه؟ النهايه، يبقى دي المنقله، يبقى المنقله دي بتستخدمها في ايه؟ في قياس الزوايا، عرفنا مكوناتها ان هنا ده اسمه خط الصفر، ده اسمه مركز المنقله، الحته اللي في الوسط دي اسمها مركز المنقله، ودي اللي بتنطبق على راس مين؟ الزاويه، بنيجي نطبقها على راس الزاويه، وبعد كده بنحط الخط الصفر ينطبق على احد الشعاعين، ونشوف الشعاع الثاني وصل بلغت فين ونبدا نقيس الزاويه. لما تيجي بقى ده اسمه ايه ده ده اسمه مركز برافو عليكم ده مركز الايه المنقله طيب وده اسمه ايه ده التدريج بتاعنا ده مقياس التدرج بتاع المنقله طيب وده اسمه ايه ده اسمه خط الصفر يبقى اذا المنقله بتتكون من ثلاث اجزاء مركز المنقله ده النقطه اللي في النص ده اسمه خط الصفر وده اسمه مقياس التدريج سواء التدريج من اعلى من صفر ل 10 لغايه ما اوصل لغايه 180 اللي هي الزاويه او ابدا اعد من تحت لغايه ما اوصل ل 180. طيب تعالوا نشوف ازاي نستخدم بقى المنقله في القياس عن إس ايه الزوايا الدرس الرابع قياس إيه الزوايا. بيقول استخدم المنقله في القياس إيه الزوايا. اعطيني الزاويه اهي هروح اجيب المنقله اعمل ايه؟ انا عندي مركز الايه الزاويه اسمها اللي هو ايه؟ رأس الزاوية، أحط عليه مركز المنقلة وأخلي خط الصفر ينطبق على الخط ده، يبقى لما هضع المنقلة لازم مركز المنقلة يوضع هنا عند رأس الزاوية وينطبق خط الصفر بتاع المنقلة على الخط يمين على الشعاع الايه؟ البداية على شعاع البداية، اسمه ايه؟ بي سي دي الزاوية، يبقى لازم مركز المنقلة ينطبق على مين؟ عند البي، ووضع خط الصفر بحيث ينطبق على الشعاع بي سي. بالشكل ده زي ما احنا شوفنا تاني اهو اشوف المنقله هضعها كده بحيث شوف خط الصفر فين خط الصفر انطبق على البي سي ومركز المنقله وضع عند مين عند راس الزاويه يبقى اذا لازم خط الصفر شوف الصفر فين الصفر عند شعاع البدايه اللي هو البي سي بحيث ابدا اعد بقى انا كده خط الصفر من هنا من على اليمين يبقى انا هعد منين الارقام من تحت ادي الصفر اعد بقى من عندي الصفر ادي صفر 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 يبقى هنا ايه الشعاع وصل عند مين؟ عندي الزاويه كام؟ 130 يبقى الزاويه دي قياسها كام؟ قياسها 130 درجة، طب نوعها ايه؟ نوعها منفرجة، ليه؟ لأنه أكبر من 90، لما يبقى قياس الزاوية بتاعتي أكبر من 90 تبقى زاوية منفرجة. زاويه منفرجه تعال نشوف مسألة تانية أعطيني زاوية حادة اهي واسمها اكس واي زد، عندنا شعاع بداية اسمه واي زد، وعندنا شعاع نهاية واي اكس، وعندنا رأس الزاوية هي الواي، هجيب المنقلة بحيث أحط مركز المنقلة هنا. عند الواي ولازم خط الصفر ينطبق على مين؟ على شعاع البدايه بالشكل ده ادينا حطيت خط الصفر انطبق على الواي زد وادي مركز المنقله وضع عند راس مين؟ عند راس الزاويه انطبق مع راس الزاويه نبدا نعد من عند الصفر اقول له صفر 10 20 30 40 50 60 يعني لقينا الشعاع وصل عند الزاويه كام؟ عند الزاويه اللي قياسها 60 يبقى قياس الزاويه دي كام؟ 60 درجه طيب نوعها إيه؟ نوعها حادة، يبقى كده لينا نقل أقل من التسعين، عايزين نشوف واحدة تانية، عايزين نرسم إيه، نقيس إيه الزاوية أ ب س، عندنا هنا الزاوية هقلب بقى المنقلة بحيث يكون خط الصفر يبقى ينطبق على الأي بي أو ينطبق على السي بي زي ما أنا عايز أو البي سي يبقى إما ينطبق على البي أي أو ينطبق على البي سي ولازم مركز المنقلة ينطبق أو يوضع عند مين؟ عند البي، يبقى أنا هجيب المنقلة شوف وضعتها إزاي؟ قلبت المنقلة بحيث انطبق خط الصفر على شعاع البداية البي أي ومركز المنقلة وضع عند رأس الزاوية بي. طب هعد منين؟ هنا لان ده خط الصفر بتاعي اهو اللي ده خط الصفر او البي ايه، ما ابداش اعد بقى من هنا لان هنا مفيش خط صفر الا الخط ايه؟ شعاع البدايه اهو اللي هو البي ايه، يبقى اعد من هنا من الصفر يبقى صفر 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100، يبقى اذا شعاع النهائي وصل عند مين؟ عند ال 100 اللي هو البي سي. المية هنا ده قياس الزاويه وطبعا نوعها ايه؟ هيبقى منفرج لانه اكبر من التسعين 90. ناخد الزاويه الثانيه الـ A B C هعمل ايه؟ هروح واضع المنقله بحيث ينطبق راس مركز المنقله عند راس الزاويه وخط الصفر هضعه على ال B C هتبقى بالشكل ده. هنا بقى خط الصفر من الناحية دي يبقى هعد منين؟ إيه؟ الأرقام بقى من فوق لأن هنا خط الصفر مش موجود من الناحية التانية عشان أعد من تحت أنا كده هعد من فوق يبقى صفر عشرة عشرين تلاتين أربعين خمسين ستين سبعين تمانين تسعين يبقى خط إنها وصل عند كام وصل هنا عند التسعين يبقى قياس الزاوية ABC B C بكام بتسعين درجة ودي زاوية A زاوية قائمة يبقى كده استخدمت من ألف في قياس الزاوية تعال نشوف الدرس بقى الخامس ازاي نرسم احنا الزاوية تعال نتعلم رسم الزوايا القياس المرجعي اللي انا هستخدمه عندي هو قياس بيساعدني على المقارنه ما بين مين ما بين القياسات اللي عندي يبقى ده قياسات الزوايا يبقى كده عرفت يعني قياس مرجعي طيب تعالوا نشوف الدايره بتاعتي ادي الدائره بتاعت. ده اسمه ايه نص الدايره يبقى القياس المرجعي بتاعها كام برافو عليكم يبقى هنا نص في الدايره من صفر ل 180 يبقى هنا الصفر 360 ده الدايره كلها يا اما صفر يا اما هنا ده البدايه بتاعتي صفر لكن لما اوصل عند النهايه يبقى 360 يبقى ابدا من الصفر تمام يبقى دي نقطه البدايه وال 360 دي نقطه النهايه لكن عرفت نقطه البدايه صفر ونقطه النهايه 360 هنا المركز بتاعي هنا دي نص الدايره يبقى اذا هنا بكام ب 180 تمام يبقى دي زاويه ايه زاويه مستقيمه وكده الزاويه دي زاويه ايه مستقيمه ده يمثل نص الدايرة وده يمثل نص الدايرة فنص الدايرة 180 ونص الدايرة اللي تحت 180 طيب اجي من الوسط اروح اقسم الدايره كده من الوسط بقى هنا الزاويه هنا بكام؟ ب 90 برافو عليكم طيب هنا 90 180 يبقى انا اكتب 90 لا ازود بقى من 90 180 يبقى دي 270 لان انا بمشي كده اهو من نقطه البدايه يبقى صفر 90 180 270 يبقى دي, دي زاويه ايه قائمه وال 270 هنا يبقى انا كده كتبت الزاويه المستقيمه 180 والزاويه القائمه 90 طيب ال 270 حلو يبقى دي اللي هي 90 زائد ال 100 وكام؟ 80 تعالوا بقى ناخد منين؟ من هنا، طيب، هنا هتبقى فين؟ هتبقى في الوسط، يبقى دي صفر، الرقم اللي في النص ما بين التسعين وقاسم التسعين على اتنين يبقى خمسة وأربعين درجة، لأن في الوسط، طيب، طب وهنا؟ لو جبت هنا يبقى يز... يبقى زود على ال 180 45 يبقى ال 225 دي جت منين؟ من جمع ال 180 مع ال 45، طب لو جيت هنا يبقى 90 اروح مزود عليها 45 ليه؟ لان انا هنا هيبقى نص الدايره، اقول له 90 زائد 45 يبقى 135. طيب وال 270 لما لما نزود عليها 5 45 و... برافو عليكم يبقى 200 وكام؟ و15 315. يبقى انا كده جبت الايه زوايا مرجعيه طب رسم تقدير الزاويه التي قياسها 50 يبقى ال 50 دي تقع ما بين مين ومين برافو عليكم ما بين ال 45 وال 90 يبقى دي نوعها زاويه حاده هي نقارنها بزاويه مرجعيه اللي هي 45 هتبقى اكبر يبقى ال 50 اكبر من 45 يبقى اذا هالتالي هتكون الزاويه 50 اعلى منها ايه قليلا ونرسم الشعاع الاول اهو بالمسطره طيب والشعاع الثاني هروح بقى ايه نجيب الشعاع الثاني بالمنقله ازاي احدد بقى ال 45 اعد ده لصفر 10 20 30 40 ال 5 ال 50 اهي يبقى عند ال 50 ده اعمل ايه؟ احط هنا بقى نقطه بالشكل زي ما حط هنا اهو واروح شايل بقى المين المنقله واجيب المسطره واوصل النقطتين يبقى انا كده رسمت زاويه قياسها كام؟ 50 درجه. تعال نرسم الزوايا باستخدام المنقله بيقول لي ارسم زاويه قياسها 100 درجه يبقى لازم ارسم شعاع البدايه باستخدام المسطره اجيب مسطرتي واروح موصل شعاع البدايه بحيث يبقى دي نقطه بدايه هنا دي نقطه البدايه وهنا الشعاع ليه راس اشيل بقى مين المسطره واجيب المنقله واحط هنا مركز المنقله عند بدايه الشعاع وينطبق خط الصفر على الشعاع واعد لغايه ما اوصل ل 100 من هنا من الصفر ادي صفر 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 يبقى عندي 100 قصاد ال 100 هنا كده احط يمين احط النقطه بتاعتي هنا عندي 100 اطلع فوق كده واحط النقطه اهي يبقى انا كده وضعت النقطه اللي انت شفتها بالاسود دي واشيل بقى المنقله واوصل راس الشعاع بالنقطه اللي انا وضعتها باستخدام المسطرة اجيب مسطرتي واساوي كده النقطتين يبقوا واضحين عندي كده واوصلهم ببعض يبقى ارسم الشعاع الثاني يبقى رسمت زاويه قياسها 100 ايه درجه وتبقى نوعها ايه نوعها منفرجه يقول ارسم زاويه قياسها 75 نفس الحكايه ارسم شعاع البدايه باستخدام المسطرة واحد اشيل المسطرة واجيب المنقله واحط مركز المنقله عند بدايه الشعاع وبحيث ينطبق خط الصفر على الشوع وعد ما اوصل ل 75، طب ال 75 دي بين مين ومين؟ ما بين ال 70 وال 80، يبقى دي صفر، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، اه انا عايز 75 يا مستر انت كده عديتها اقول لك برافو يبقى دي صفر 10 20 30 40 50 60 70 ما بين بقى 70 وال80 في النص ادي الخمسه وايه؟ عند الشرطه الطويله اللي في الوسط ما بين ال70 وال80 دي هضع ايه؟ هضع ايه؟ هضع النقطه بتاعتي اهي واشيل بقى المنقله واجيب المسطره واوصل نقطه بداية الشعاع بالنقطة اللي أنا حددتها وكده بقى رسمت زاوية قياسها 75 درجة وتبقى نوعها إيه؟ تبقى نوعها حادة. تعالى نشوف ارسم زاوية قياسها 90 درجة. أروح جايب مين؟ المسطرة بتاعتي وأرسم إيه؟ أرسم أول حاجة شعاع البداية، وبعدين أشيل المسطرة، أجيب المنقلة وأحطها هنا عند مركز مين؟ عند بداية الشعاع، مركز المنقلة، بحيث ينطبق خط الصفر على الشعاع، وأعد لغاية ما أوصل ل أدي صفر، عشرة. 20 30 40 50 60 70 80 90 وصلت عند ال 90 هنا كده احط الايه؟ الصفر بتاعي او النقطه بتاعتي هنا واشيل المنقله واوصل نقطه البدايه بتاعة الشعاع بالنقطه اللي انا حددتها فوق اجيب المسطره واحطها بمحاذاتهم هم الاثنين واوصل وارسم الشعاع يبقى دي زاويه قياسها 90 يعني نوعها زاويه ايه؟ زاويه قائمه. قياسها 90 درجة، يبقى يعني كده قدرت أرسم زاوية باستخدام مين؟ ادوات الهندسية المسطرة والمنقلة. تعالوا نوصل بقى كل زاوية بقياسها. دي زاوية إيه؟ برافو عليكم دي زاوية حادة. طب والزاوية الحادة؟ قياسها ماله؟ أقل من كام؟ أقل من الـ 90. يبقى إذا قياسها يبقى 150 أقول لك لأ، 80 لأ، 40 أيوة، فعلا ده بحسب الإيه؟ الزوايا المرجعية فعلا دي هتبقى 40. طب دي, دي زاويه ايه برافو عليكم دي زاويه منفرجه يبقى اكبر يبقى زاويه بكام ب 150 طب دي اقل من 90 بشويه يبقى اذا ايه قريبة او من القائمه بكام يبقى ب 80 يبقى انا كده لو انا استخدمت بقى المنقله تعال نجيب المنقله ونستخدم المنقله في القياسات وبعد كده نوصل حطيت ايه المركز المنقله فين حطيت مركز المنقله عند راس الزاويه وانطبق خط الصفر على البدايه وابدا عد ادي صفر 10 20 30 40 بقى قياسها كام 40 يبقى شيلها واوصلها بال 40 تعال نجيب المنقله ونحط مركز المنقله هنا بحيث ينطبق خط الصفر على الشعاع واعد ادي صفر 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 100 وكام؟ 150 يبقى اذا قياس الزاويه دي 150 لان زاوية منفرجه تعال نقيس الزاويه دي نبدا نعيد ادي صفر 10 20 30 40 50 60 70 80 يبقى زي قياس الزاويه دي كام؟ 80 يبقى نوصلها ب 80 يبقى كده قدرت ارسم الزاويه وباستخدام المنقله واقيسها. تعالى نقول لي اكمل الزاويه التي قياسها 97 ال 97 دي اكبر من كام؟ من ال 90 يبقى نوعها ايه؟ اه يبقى دي نوعها منفرجه. طيب الزاويه التي قياسها 25 يبقى اقل من 90 يبقى حاده برافو الزاويه القياس 180 بالضبط يبقى مستقيمه طيب الزاويه المرجعيه المستخدمه في تقدير 27 درجه برافو عليكم الزاويه المرجعيه كام احسنتم اللي هي 45 درجه لان احنا ما بنيجي نرسم قلنا 0 45 يبقى هي قريبه من الخمسه وكام 45 يبقى دي الزاويه المرجعيه اللي بنستخدمها في تقدير الزاويه اللي هي 27 درجه اللي هي اقل من ال 45 طب الزاويه المرجعيه تقدر بقى ال 130 برافو عليكم اللي هي 105 و30 ليه هي قريبه منا طيب تعالوا نشوف الدرس السابع ازاي نصنف المثلثات باستخدام الادوات الهندسيه عندنا باستخدام المسطره صنف المثلث حسب الاطوال عندنا المثلث اسمه A B C هقيس اطوال اضلاعه الثلاثه وهنبدا بقى نشوف الايه الاطوال بتاعته هجيب المسطره بتاعتي واضعها على الضلع بي سي وابدا اعد ادي كده صفر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة يبقى إذا طول الضلع بي سي بكام؟ بتسعة أكتب تسعة طول الضلع البي سي بتسعة نقوله تاني أهو إحنا ما طلع بكام؟ طلع بتسعة يبقى إحنا هنكتب طول الضلع البي سي هيبقى بكام يا ولاد؟ هيبقى تسعة يبقى طول الضلع البي سي هيبقى تسعة هيبقى كام يا ولاد؟ هيبقى تسعة هيبقى طوله تسعة سنتي طوله كام تسعة سنتي يبقى احنا ايه انا عدلها كده معلش هتبقى تسعة سنتي تسعة سنتي تسعة ايه تسعة سنتي يبقى انا كده جبت ايه طول الضلع طول مين الضلع الاولاني تسعة سنتي يبقى ده طوله كام تسعة سنتي طيب تعال نجيب طول الضلع التاني اللي هو بالشكل ده برضو هبدأ اعد منين حطيت الخط بتاعي بالمحاذاه وابدا اعد ادي صفر واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه ونص اللي نوصل لغايه فين؟ وصل لغايه هنا يبقى سبعه وكام؟ سبعه ونصف يبقى الاي سي بطوله سبعه ونصف طب تعال نقيس الطول مين؟ بتاع الاي بي برضه صفر واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه ونصف اهو وصل عند السبعه ونصف يبقى اذا طوله كام؟ سبعه ونصف هلاقي ان في ضلعين متساويين اللي هو الاي سي والاي بي يبقى اذا ده متساوي مين متساوي الساقين يبقى الموضوع المثلث بتاع متساوي الساقين لان في ضلعين متساويين في ضلعين ايه متساويين تعال نصنف في المثلث ده بحيث الاضلاع امسك مسطره وابدا اقيس ادي عد ادي صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وكام ثمانية ونصف يبقى اذا البي سي طوله 8 ونصف طب تعال إيه نقيس مين الاي سي طب نعد ادي صفر واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه وبرضو ايه ونصف يبقى طوله كام؟ طوله تمانيه ونصف يبقى طوله ايه سي بتمانيه ونصف طب نشوف الايه؟ صفر واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه برضه ايه ونصف يبقى طوله كمان 8.5 ونصف هنلاقيهم التلات اضلاع متساويه يبقى متساوي الاضلاع يبقى اذا من حيث الاضلاع متساوي الاضلاع تعال نقيس المسطره برضو الايه الضلع نجيب المسطره ونحطها محاذاه البي سي ونعدها هنلاقيه وصل عند مين عند 12 بحط الصفر عند بدايه الخط هنلاقيه وصل هنا عند مين عند 12 يبقى البي سي ب 12 اجيب المسطره واحطها بمحاذاه الاي سي ابدا بحيث الصفر ينطبق عند البدايه قال لي يوصل عند مين عندي 6 يبقى اذا ال AC ب 6 اجيب المسطره بحيث احط البدايه عند ال A واقيس هلاقيه يوصل عند مين؟ عندي يبقى إذن الإيه بتسعة. هل بـ 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 9 يبقى اذا ال AB ب 9 قال لي هم اطوال اضلاع مختلف هذا ب 12 وده ب 6 وده ب 9 يبقى اذا ايه مختلف الاضلاع يبقى نوع المثلث بتاعك ايه مختلف الاضلاع تعال نستخدم بقى المنقله في قياس الزوايا عشان نحدد هروح جايب الزاويه واروح واقف المنقلة واقف بإيه؟ بمركز المنقلة عند مين؟ عند البي. أهو بالشكل ده أو نبدأ بالسي هنقيس السي تعال نعد يبقى دي صفر خلي بالك ده خط مين؟ ده خط إيه؟ أيوه البداية ومركز المنقلة وضعته عند السي هنعد عن دي صفر 10 20 30 40 5 وكام؟ 45 يبقى إذا قياس الزاوية سي 45 طب تعال نقيس الزاوية بي. برضه هنحطه بحيث ينطبق هنا يبقى ده ايه ادي 0 10 20 30 ده هوصل عند مين عند ال 90 يبقى قياس الزاويه بي هتبقى ب 90 درجه طب تعال نقيس الزاويه اي بالشكل ده هلاقي هنا ده 0 10 20 30 40 وصل عند 45 يبقى قياس الزاويه ايه ب 45 في زاويه قايمه ب 90 طالما اكبر زاويه تبص على اكبر زاويه اكبر زاويه كام 90 مش ال 45 او ال 45 اكبر قياس عندك 90 وتصنف حسب اكبر ايه قياس لو لقيت اكبر قياس ب 90 يبقى ايه قائمه لو لقيت اكبر قياس اقل من 90 يبقى حاد لو لقيت اكبر قياس عندك اكبر من 90 يبقى منفرجه طبعا هنا ايه نوع المثلث هيبقى قائم الزاويه لان اكبر زاويه عندي هنا قياسها كام 90 درجه يبقى نوعه ايه قائم باستخدام الايه المنقله صنف المثلث اروح واقف عند مين عند السي واقيس الزاويه بتاعتي الاقي هنا ايه ادي 0 10 20 30 وصل عند مين عند ال 60 يبقى الزاويه سي بكام ب 60 يبقى قياس سي 60 درجه تعال إيه نقيس البي اروح واقف بمركز المنقله انا عندي البي وادي خط الصفر بتاعي وابدا اسفر 10 20 30 اوصل هنا يوصلت عندي كام 50 60 يبقى زاويه بي برضه ب 60 طب تعال نقيس الايه هقلب المنقله واحط مركز المنقله عندي الايه وبحيث ينطبق خط الصفر على الايه بي وابدا اعد من هنا ليه؟ لان خط الصفر بتاعي اهو يبقى 10 20 30 40 50 60 يبقى زاويه ايه؟ ب 60 هلاقي ان الزوايا بتاعتي كلها اكبر زاويه فيهم ب 60 يبقى نوع المثلث ده ايه؟ حاد الزوايا يبقى نزل المثلث ده حاد الزوايا لان اكبر قياس عندي 60 وهو اقل من ال 90 لان كل زواياه حاده ال 60 حاده وال 60 دي حاده وال 60 دي حاده خلي بالك ان المثلث القائم اللي حليناه من شويه كان فيه زاويه قائمه واحده وزاويتين حادتين يعني اي مثلث بيحتوي على الاقل على زاويتين حادتين تعال نشوف المثلث اي بي سي ونصنفه حسب الزوايا هنيجي نقف عند السي بالمنقله ونبدا نقيس يبقى دي صفر 10 20 30 40 50 يبقى قياس زاويه سي ب 50 درجه طيب الزاويه البي برضو هنبدأ نعد ادي صفر 10 نبدأ خط الايه صفر هنا يبقى نبدأ نعد من هنا لغاية ما اوصل عند القياس ده يبقى ادي صفر 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 يبقى إذا قياس زاوية بي ب 110 تعال نقيس بقى زاوية ايه هنبدأ نعد من هنا اهو ان خط الصفر كده صفر 10 20 30 40 يبقى زاوية الايه ب 40 درجة يلاحظ ان اكبر زاويه عندك بكام ب 110 اللي هي زاويه دي ب 110 ودي اكبر من ال 90 يبقى زاويه ايه تبقى زاويه منفرجه يبقى نوع المثلث هنا ايه منفرج الزاويه يبقى انا صنفت المثلثات حسب الاضلاع لثلاثه يا اما المثلث بتاعك يا اما يكون في ضلعين متساويين يبقى متساوي ساقين يا اما في ثلاث اضلاع متساويه متساوي الاضلاع يا اما في ولا ضلع متساوي يعني كلهم مختلفين يبقى مختلف الاضلاع وصنفتهم من حيث الزوايا الى مثلث قائم عندما يحتوي على زاويه قياسها 90 ومثلث حاد الزوايا اذا كل اذا كانت كل الزوايا القياسات اللي عندي اقل من 90 او كانت فيه زاويه اكبر من 90 زي هنا البي يبقى نوع المثلث بتاعك هيبقى منفرج الزاويه. انا اتعلمت ايه النهارده؟ اتعلمت ايه العلاقه ما بين الدوائر وقياسات الزوايا، عرفت ازاي احدد قياسات الزوايا باستخدام نموذج الدايره، قدرت اربط ما بين الكسر الاعتيادي والدايره، قدرت احدد اجزاء الدايره واسميها، وكمان استخدمت المنقله في قياس الدايره، عرفت هنا ازاي استخدم المنقله في تصنيف زي المثلث من حيث الزوايا واستخدم المسطره في تصنيف المثلث من حيث الاضلاع الى هنا نصل نهايه حلقتنا هذا اليوم على امل بكم في حلقات قادمه كان اصحابكم في رحلتكم مستر محمد ناجي معلم الرياضيات ومدرب ماده الرياضيات بالاكاديميه المهنيه للمعلمين في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته